السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سهله واقتصاديه وتوالم بزاف في الايامات تاع الصيف والسخانه والبحر، يعني توالم بزاف ندوها معنا للبحر. كما راكم تشوفوا هنايا المقادير، عندي هنايا زوج حبات طرجيل يكونوا كبار، ولا نديروا ثلاثه هنايا على حساب الكميه اللي راحين نحضروها. انا عندي زوج حبات كبار قطعتهم هكذا مربعات صغيره، يعني نقطعوهم نورمال كيما نقطعو تاع تكتوكه. عندي البصل شرائح، عندي زوج حبات بصل، عندي هنايا 4 حبات بطاطا يكونوا متوسطين يعني ما يكونوش كبار بزاف، قطعتهم هكذا شغل كيما نقطعو البطاطا مقليه لي فخيت. هنايا عندي زوج حبات طوماطيش قطعتهم مربعات صغيره كيما راكم تشوفوا، مثل الطوماطيش ما تكونش كبيره بزاف، يكونوا زوج حبات متوسطين. الوصفه هذه كيما التكتوكه لكن بطريقه مختلفه شويه، تبعوا معايا طريقه التحضير. نبداو بسم الله. اذا هنايا نحط المقله تاعي كما راكم تشوفوا، درت فيها شويه زيت. هنايا راح نقلي هذه البطاطا اللي كنت درت لها الملح. كما هكذا نخلطها ونخليها تتقلى. راح نغطيها ونخليها تتقلى. كي نشوف هنايا البطاطا تاعي بدا يدخل لها طياب كما راكم تشوفوا، بدات يعني بدات تطيب. راح نقلبها يعني عادي كيما البطاطا اللي مؤلف نطيبوها. في هذه المرحله كي نشوف البطاطا تاعي بدا يدخل لها الطياب، راح نضيف لها هنايا البصل. نزيد الفلفله. كيما هكا ونخلطها مليح مع البطاطا. هنايا نخلطو غير بالعقل هكذا باش البطاطا ما تحرحرش، تبقى شاده روحها. بهذه الطريقة راح نضيف لها شوية ملح ونخلي البصل والفلفل يتقلاو مليح مع البطاطا. صدقوني وصفة تجي بزاف بنينة. تعرفوا مولفين نديرو التكتوكة بصح نديرو البصل والفلفل وحدهم، يعني ما نخلطوهمش مع البطاطا وما نديرولهمش الزيت بزاف. ومن بعد نضيفو الطوماطيش. هاد الوصفه كما راكم تشوفوا نقلو كلشي مع خطره، البطاطا والفلفله والبصل. كي نشوف البصل والفلفله تخلهم طياب نضيف لهم الطوماطيش في الاخير، يعني الطوماطيش ماهش تشد لنا بزاف طياب. واذا كنتو نتوما ثاني تديروها بهذه الطريقه ماذا بيا تخليو لي تكتبوا لي في التعليقات. فوالا راح نخليها حتى كي نشوف البصل تاعي دبال مليح والفلفله نضيف لها الطوماطيش. هنايا لازم خطره على خطره نحركوها غير بالعقل برك هكذا باش طيب كامل على خطره وما البصل تاعنا ما يتحرقش. كي نشوف البصل تاعي والفلفله تخلهم طياب ويعني دبالوا، هنايا المرحله الاخيره راح ندير الطوماطيش. كما راكم تشوفوا نخلطها غير بالعقل برك، والطوماطيش ما فيهاش الروح يعني بالخف طيب. راح نخلي هنايا الطوماطيش تاعي حتى اللي طيب ونولي لها. وهنايا البنات التوابل، انا ما راحش ندير فيها التوابل، يعني ما ندير فيها لا فلفل كحل لا والو، درت لها غير الملح كما شفتوا. وهنايا اللي يحب يدير لي سيبيس يقدر يدير فلفل كحل فلفل حمرا، هنايا كل واحد وله الاختيار. فوالا ما خلطوهاش بزاف، راح نخليها هكذا حوالي 5 دقائق ولا ونطفي عليها. انا هنا التكتوكه تاعي راهي طابت كما راكم تشوفوا، البصل طاب مليح والفلفله والطوماطيش ثاني طابت. هنا واش ندير، راح نجيب كسكاس هنايا هكذا باش نتخلص من هذيك الزيت الزايد ونصفيها.
بهذه الطريقه، نحطها مليح هذا في الكسكاس. صدقوني يعني تجيكم بالك بزاف مزيته ولا، بصح تجي بزاف بنينه. كما قلت لكم ديجا انا ما كثرتلهاش بزاف الزيت، كاين اللي يقلوها في الزيت تكون شويه زايده. بهذه الطريقه نصفيها كامل. هاد الكسكاس راح يخلي هذيك الزيت كامل تهبط. فوالا بهذه الطريقه انا راح نخليها هنايا في الكسكاس، يعني دو بريفيرونس نوجدوها من قبل ونخليوها هكذا في الكسكاس حتى اللي تقطر مليح. هذاك الزيت اللي يكون فيها زايد كاع يقطر كما راكم تشوفوا. راح تنشف كامل من هذيك الزيت، هذيك الزيت اللي فيها تهبط، ونقدموها. والوصفه تاع اليوم راهي واجده كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما كملتها خليتها قطرت مليح في الكسكاس، يعني نشفت كومبليتوم كما راكم تشوفوا، ما فيهاش كامل الزيت. هنايا درت هاد الحبيبه تاع الحار اللي كنت قليتها وحدها، اللي يحب الحار يقدر يخلطها لداخل طيب معاهم. صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه، كما قلت لكم وصفه صيفيه وتوالم بزاف، يعني نحضروها وندوها هكذا للبحر ولا توالم بزاف، يعني تعجب الصغار والكبار. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. الا كنتوما تحضروا التكتوكه بهذه الطريقه، انا نحضرها بهذه الطريقه ونحضرها عادي، ما نكثرش بزاف الزيت، ندير زوج مغارف ولا، ونقلي البصل مع الفلفله ولا مع الطرشي. كي يتقلاو مليح ندير لهم الطوماطيش، يعني ما نكثرش الزيت. هذه الوصفه بالعكس نقليو البطاطا وفي هذيك الزيت نقلو كل شيء كما كنتوا تبعتوا معايا، وصدقوني تجي بزاف بزاف بنينه. نتمنى تجربوها. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما تبخلوش عليا البنات بجام، باسكو لي جام راهم ناقصين بزاف بزاف في القناه. والتعليقات ثاني نتمنى تمدوا لي رايكم في التعليقات هكذا باش نعرف القناه المستوى تاعها والوصفات اذا عجبوكم. البنات ما نطولش عليكم، نقول لكم تهلاو في رواحكم والى وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.